يعطيكم العافية شباب صبايا. اليوم بنكفي بالإكزرسايز أوف تشابتر 4 Algebraic Expression. بدنا نحل الإكزرسايز إكسترا إكزرسايز 6 اللي هو الإكزرسايز 10. هون عم بيقول لي given P of X equal to X plus 5 square minus X minus 4 square and Q of X equal 3X plus 1 5X minus 2 minus 3X square minus 14X minus 5 plus factors 9X square minus 1. بالبارت 1 عم بيقول لي show that 3x square minus 14x minus 5 equal to 3x plus 1 factor x minus 5. بما انه هون عم بيقول لي انه بدي اعمل verification او show لانه هيدا البولينوميال equal to this 2 factor. في عنا 2 method، يا بعمل factorization لهيدا البولينوميال وبرهنه بيساوي هيك، او بيجي هاي الفاكتورايزيشن بعمل لها develop وبرهن انه الانسر هو هيدا. هون نقل الواي الاسرع او الاسهل اللي هي بعمل ديفلوب لهول اثنين فاكتور. مثل ما قلنا حناخد هول اللي بعد الايكوال حنحلهم نعملهم اكسباند وريديوز، حنبر هنا بتساوي هول اللي قبل الايكوال 3x plus 1 فاكتور x minus 5. هون رح نعمل expand يعني 3x بدي اضربها بالx بالminus 5. 3x times x equal 3x square. 3x times minus 5 equal minus 15x. 1 times x equal x that meaning plus x plus 1 times minus 5 equal to minus 5. هلا بنعمل reduce. 3x square ما في similar إلا بتضل minus 15x plus x equal minus 14x معنا minus 5 يعني true equal. هذه البارت 1. هلا هنشوف البارت 2 شو عم يطلب مننا. البارت 2 عم بيقول لي factorize p of x and q of x. اوكي هنبلش بال P of X. عند ال P of X عندي إياها، ما انتبه هون عم نعمل factorize مش expand. 2X plus 5 square minus X minus 4 square. هون الشكل اللي عندنا إياه A square such that A equal to X plus 5 minus B square such that B square equal X minus 4. هنحل على طريقة A minus B A plus B. A minus B يعني 2X plus 5 اللي هي A هنحطها بفاكتور minus B اللي هي X minus 4. منسكر parenthesis ومنفتح parenthesis جديد. عنا 2X plus 5 plus اللي هي A plus B اللي هي X minus 4 plus X minus 4. هون ما في داعي نحط parenthesis لأنه ما في عندي minus بعد قبل الفاكتور. بيصير عنا 2x plus 5 هاي المينس بدي اضربها بالفاكتور minus x minus times minus equal plus 4. 2x similar to x بيصير في عنا 3x plus 5 similar with minus 4 plus 5 minus 4 equal minus 1. نكفي 2x similar minus x بيعطيني x. 2x minus x equal to x plus 5 plus 4 equal plus 9. بيطلع عند الفاكتورايزيشن للP of X هي X plus 9 3X minus 1. سوري هون عندنا plus لأنه plus 5 minus 4 هي plus 1، هون بيكون راح تكون plus 1. هلا لQ of X. لQ of X عندنا إياها فاكتور 3X plus 1 فاكتور 5X minus 2 minus 3x square minus 14x minus 5 plus 9x square minus 1. اوكي هنعتبر انه عندنا 3 polynomial هون، هيدا اول polynomial، هيدا الثاني وهيدا الثالث. ما ناخد كمان فاكتور منهم ثلاثتهم. اول وحده رح اتركها مثل ما هي، رح اشتغل على ثاني polynomial والثالث. تاني polynomial إذا لاحظنا عندنا 3x square minus 14x minus 5 هي ذاتها اللي حليناها بأول
بارت، جبنا الفاكتورايزيشن لها، يعني بقدر شيلها وحط محلها 3x بلس 1x ماينس 5. تاني بولينوميال اللي هو 9x سكوير ماينس 1، هو شكله a سكوير ماينس b سكوير. هلا رح اوضح كيف بقدر اكتبه a بلس b a ماينس b، كمان حنشوف كيف. اول شغله قلنا عندنا 3x بلس 1 5x ماينس 2، بنحط ماينس، هاي بقدر احط محلها using part 1 3x بلس 1 فاكتور x ماينس 5 بلس 9x سكوير، هي عبارة عن 3x كلها سكوير ماينس 1 سكوير، هي زيت ال 1 يعني ماينس 1 سكوير، صار في عندي a سكوير ماينس b سكوير. هلا صرنا بنقدر نحط 3x بلس 1 5x ماينس 2 ماينس 3x بلس 1 x ماينس 5 بلس 3x ماينس 1 a ماينس b 3x بلس 1 اللي هي a بلس b. صار في عندي كمان فاكتور بالثلاثة بولينوميال اللي هي ال 3x بلس 1. من اول بولينوميال راح يبقى عندي 5x ماينس 2، بنحط ماينس بنفتح فاكتور من ثاني بولينوميال x ماينس 5، بنحط بلس بنفتح فاكتور من ثالث بولينوميال 3x ماينس 1. هلا بدنا نعمل ريديوسينج وديفلوب بعد لثاني فاكتور. اول فاكتور هو 3x بلس 1، عندنا 5x ماينس 2، بنضرب بالماينس جوا بصير في عندي ماينس x بلس 5 بلس 3x ماينس 1. نو ما نعمل ريديوز 5x سيميلر تو ماينس x اند 3x، 5x ماينس x ايكوال تو 4x بلس 3x ايكوال تو 7x، ماينس 2 plus 5 equal to 3 minus 1 equal 2 that's equal 2. هيك بنكون خلصنا البارت 2 اللي هو مطلوب مننا نعمل فاكتورايزيشن للp of x وللq of x. خلينا نشوف بالبارت 3 شو عم بيقول لي. عم بيقول لي بالبارت 3 solve the equation p of x equal q of x. طيب ما نجي نشتغل p of x equal q of x، هاي بقدر رح حولها لهاي الايكويشن لا ايكوال تو 0، في اكتبها p of x اذا اخذنا ال q of x لهونيك minus q of x equal to 0. هلا بعوض ال p of x وال q of x بقيمتهم، بس بشرط ما ناخذ الفاكتورايزيشن لهم. يعني باخذ اول شيء الفاكتورايزيشن لل p of x، بيطلع عندي x plus 9 factor 3x plus 1 minus ال q of x هي 3x plus 1 فاكتور 7x بلس 2 ايكوال تو 0. فيرست ستيب رح نعملها، رح نعمل فاكتورايزيشن لهول 2 لحتى نطير الماينس، يبقى عندنا بس 2 فاكتور. الكامن فاكتور بيناتهم هو 3x بلس 1، بيبقى عندي من اول وحده x بلس 9 ماينس من تاني بولينوميال 7x بلس 2، هنحط لها بارانتيزس لانه في قبلها ماينس. بنكفي هلا، صير في عندي 3x plus 1 x plus 9 minus 7x، بدي اضرب بالماينس، minus 7x minus 2 equal to 0. Now first factor is 3x plus 1، second factor x minus 7x equal to minus 6x plus 9 minus 2 equal to plus 7 equal to 0. Now بما انه اثنين فاكتور مضروبين ببعض equal to zero that's meaning يعني يا اول فاكتور equal to zero or second factor equal to zero، therefore 3x plus 1 equal to zero or مش and بالdefinite منحط and بالequation منحل equation منحط or minus 6x plus 7 equal to zero، therefore 3x plus 1 equal to 0 that's meaning 3x equal to minus 1 x equal to minus 1 over 3 first solution، second solution minus 6x equal plus 7 equal to 0 therefore minus 6x equal ناخد ال plus 7 للجهة الثانية minus 7، يعني عندنا x equal minus بتروح مع minus 7 over 6. هيك بنكون جبنا
الاثنين سوليوشن تقول الايكويشن اللي هي بي اوف اكس ايكوال كيو اوف اكس. خلينا نشوف هلا بالبارت 4 شو عم بيقول لي. عم بيقول لي بالبارت 4 let h of x equal p of x over q of x. بالبارت A for what values of x is h x defined. يعني منجيب domain of definition. بالبارت B ما نعمل simplification لل h of x. بالبارت C calculate h of radical 3 minus 1 يعني ما نحط محل ال x radical 3 minus 1 وما نعمل and rationalize the denominator of the obtained answer. والانسر اللي بيطلع عندنا ما نعمله rationalize. طيب حنبلش اول شيء بالبارت 4 بدنا نعوض البولينوميال الجديد اللي هو ال h of x بقيمته شو بتساوي اللي هو p of x over q of x. مثل ما تعلمنا انه نحن هون بنحط الفاكتورايزد فورم افضل هيك بنحط محل ال p of x قيمتها اللي هي x plus 9 factor 3x plus 1 هي الفاكتورايزد فورم. ومنحط كمان محل ال q x قيمته اللي هي 3x plus 1 factor 7x plus 2. هيك بنكون عرفنا البولينوميال h of x شو هو. هلا بنبلش بالبارت A اللي عم بيقول لي for what values of x is h x defined. يعني هالشي معناته معنا ناخد الدينومينيتور اللي هي 3x plus 1 7x plus 2 different of 0. منحل هاي الديفرنشن ذات مينينج 3x plus 1 different of 0. هون منحط and ما منحط or لانه عندي شرطين بتحط and and 7x plus 2 different of 0. 3x plus 1 different of 0 بتعطيني انه 3x different of minus 1. هون هاي بتعطيني 7x different of minus 2. هون بتعطيني x different of ناخد ال 3 لهونيك بتصير division minus 1 over 3. وهون بتعطيني انه x different of minus 2 over 7. يعني x define او hx define on R without minus 1 over 3 and minus 2 over this. هلا بالبارت B عم بيقلي simplify h of x. صرنا بكل بساطة بنقدر نعمل simplification عطول simplification من بعد ما نجيب domain of definition. عنا ال h of x هي x plus 9 3x plus 1 over 3x plus 1 factor 7x plus 2. نقدر من فوق نشيل 3x plus 1 ومن تحت 3x plus 1. بيصير في عندي ال h of x equal to x plus 9 over 7x plus 2. هاي part B. بالpart C عم بيقول لي calculate h of radical 3 minus 1 and rationalize the denominator of the obtained answer. يعني أنا هاي ال h of x بدي أخدها وبدي أحط محل ال x radical 3 minus 1. بيصير في عندي هون عندي x plus 9 بدل ال x بنحط radical 3 minus 1 plus 9 over 7x that's meaning 7 times radical 3 minus 1 plus 2. ما نعمل calculation فيها هاي radical 3 minus 1 plus 9 بيصير في عندي radical 3 plus 8 over 7 times radical 3 minus 1 بصير في عندي 7 radical 3 minus 7 plus 2.